بسم الله. هو الجزئية الثانية من موجة أمبرمان، بحييكم من جديد وكل المنضمين لنا. حنسافر في الفقرة دي مع تجربة كاتب وروائي شاب ينتمي للحرف ويسكن أو يسكن بين صفحات الكتب. خلوني أنا وإنتو فريق العمل نرحب بالكاتب الروائي مهند الدابي، نقول مهند، نقول كمان الباحث المنقب المغامر في حاجات كده اضافت هسي مؤخرا غير الحاجه اللي عندي في راسي والتعريف. اول سعيده جدا انه انت معي في موجه ام درمان، وحنسافر في محطات كثيره من حياتك. اهلا بك اول حاجه. اهلا وسهلا، اهلا بالمشاهدين. مين مهند التاب؟ انت منو زي ما بقولوا؟ انت عارفه التعريف بهوية الإنسان ده أمر صعب، لكن أنا رجل بحاول أترك أثر. يعني الميلاد والنشأة، الميلاد ما جيت الخرطوم في القضارف في منتصف الثمانينيات، جميل. والنشأة كان جزء منها في القضارف، درست في مدرسة القضارف الأميرية. نعم. وكنت بقطن في حي الجباراب شرق، وانتقلت لسنار لاحقا، درست في مدرسة عمارة دونجوس وسنار الثانوية وتكوك الثانوية، ثم كلية علوم التقانة، كلية إدارة الأعمال، ثم التقانة من جديد، كلية تقنية المعلومات. طيب كده جيت سريع الخرطوم صح؟ آه. ما وريتنا من سنار الخرطوم أجابك شو؟ من سنار الجامعة؟ الجامعة برضو كونه أنا يعني أسرتي كان بتنتقل ما بين الرياض في السعودية والخرطوم، كان دائما الخرطوم هي معبر دائم للسفر والعودة. جميل. أيوه. سنار هي اللي أثرت في كتاباتك، إن يعني أنت باحث في التاريخ وكتبت روايات برضو بحكم ان انت نشات يعني في سنار واثرت عليك، نقول انها هي اثرت بيا مهند عشان كده كتب فيها. والله سنار لازم تكون عامل بتاع تحفيز كبير جدا. يعني انا قمت في نشات في سنار التقاطع. نعم. ومدينه سنار التقاطع هي الامتداد الطبيعي لسلطنه الفونج ومملكه سنار. والحياة عندنا في التقاطع مليئة بالقصص والحكايات والخرافات والتعاويذ، وكم هائل جدا من الإرث الثقافي التاريخي اللي نحن نشأنا من خلاله. يعني حكايات الحبوبات، حكايات الأقران، حكايات الأساتذة في المدارس. فسنار لا شك إنه هي عندها تأثير كبير جدا على أي زول على الصعيد على صعيد الكتابة أو على الصعيد الشخصي أو خلافه. يعني ظهر متين التأثير بتاع سنار؟ نقول في أي مرحلة من حياتك؟ والله الموضوع ده صعب لأنه أنت فجأة بتلقي روحك في الحالة، أنت بتلقي روحك فعلا أنت بتكتبي وأنت بتروي الحكايات، لكن ما بتقدر تأرخي لأنه الحاجة دي بدت من 200. لكن أنا بتذكر أنه أنا في سنة 99 كان كتبت لي قصة قصيرة ووريتها لزملائي في المدرسة وما نالت إعجاب أي زول يعني أنا بتذكر أنه من منتصف التسعينيات أنا كنت بكتب حاجات في الكراسات وكده، ومحتفظ هسي بكراس مليان بكتابات مبكرة وحاجات ثانية، أجناس كتابية مختلفة، شعر ونثر وقصص وروايات لم تكتمل، عدد كبير من الأنواع الكتابة يعني مرت عليك. طيب أنت بتقول إنه ما في، أو ذكرت في أحد اللقاءات إنه ما في طقوس للكاتب أو ما في وقت للكاتب، إنه ممكن يكتب في أي وقت، أو حتى ممكن أو بتقول إنه هو حتى لو نايم ممكن يكون ذاكرة وبيشتغل. وطبعا علميا قالوا إنه الواحد وهو نايم ممكن يعني، فهل فعلا المقولة دي ومن رأيك في الموضوع ده لحد الآن
حصل تغيير ولا يا هو؟ هو انا اقول لك الكاتب هو الشخص الوحيد اللي ما عنده راحه، ما عنده راحه، لانه طيله ال 24 ساعه طوال اليوم هو بينظر للامور للاحداث الصغيره والكبيره بشكل مختلف، بيحلل باسلوب مختلف. الحراك ده كله هو بيتوالد في مخيلته وبيصنع ملايين الاحداث الصغيره اللي بتتفرع منها ملايين الاحداث والسيناريوهات. عشان كده نحن دائما بنلقى انه الكاتب ربما قد يأثر فيه العامل المهيئ للكتابه او العامل المحفز، لكن الكتابه كطقس بعض الناس ممكن ترتبط بالحاجه دي كطقوس، يعني في ناس بيقولوا ما بيكتبوا الا يعملوا كذا او كذا، لكن بالنسبه لي انا الكتابه عندي هي امر هام من الدرجه الاولى، وانا بلتزم بعدد بتاع ساعات بتاع كتابه يوميه، وعلى نفس الوتيره برضو بحاول التزم ببرنامج معين عشان انا ما انقطع من الماده اللي انا بكتب فيها وهكذا. يعني انا بتذكر انه من الروايه الامريكي ويليام فوكنر كان بيكتب في الطريق العام، وكان بيستند على السيارات الماره، يعني انتاجه قليل، لكن انه نحن كروائيين شباب اتاثرنا بكتابته وبغيره. لكن ما شرط الكتابه، ما شرط الا ترتبط بطقس معين. في ناس عندها مشاريع فكريه كبيره جدا هي محدده الطرق اللي بتادي لها، فبالتالي ما الناس بتتجاوز مساله الطقوس وانه زول يلبس طاقيه عشان يكتب او يمشي البحر، الناس عشان يتخطط الحاجه او ناس يتخطط. طيب اي مشهد لمهند بيقبل اكثر من تاويل؟ عشان كده يمكن انت قلت الحته بتاعت انه الانسان ممكن يكون ماشي ويكتب، وحتى الكتابه ذاتها ممكن مشهد واحد انت تفسر عدة تفاسير، وزي ما انت برضو قلت قبل كده انه عين الكاتب ما زي عين الشخص العادي. برضه تكلم لنا عن النقطة دي، انه اي مشهد عندك بيقبل اكثر من تأويل. دي اولا. فبيحكوا عن شيخ كان عنده حلقة بتاعت تدريس لطلاب في الفقه في المسجد النبوي، فهذا الشيخ في لحظة من اللحظات قام قال للطلاب بتاعه انه الشخص الذي مر ده نبي الله الخضر، فكل الدارسين جروا الى نبي الله الخضر ما عدا دارس واحد قال لي انت عرفته كيف. فالكتاب الروائيين هم الناس اللي بيقفوا في المكان ده، اللي مساله انه الحقيقه دي شكلها كيف، لا انت وصلت للحقيقه كيف، انت وصلت كيف، توصلت للحل ده. لانه انا عندي مئات التاويل لنهايه الحدث، لكن انت توصلت له كيف. فتخيل انه العمليه بتاعت تنميه المخيله بتاعت الراوي دي في حاجات كثيره بتلعب فيها دور، النشاه والطفوله والظروف الحياتيه والتجربه وما الى ذلك. فكون يكون الكاتب مختلف في نظرته في تحليله ده امر طبيعي، والا لا يكون كاتب. الا لا يكون كاتب. الكاتب ما يقدر يكون شخص عادي، الروائي ما يقدر يكون شخص عادي. انا بكون انت، بكون الاخ المصور والمنتج والمخرج، بكون انا وبكون الجدار وبكون كل الحاجات دي في نفس اللحظه. ممكن تتكلم مثلا عن الجدار انه يحكي. انا في القصه الفايزه في الطيب صالح ظل. ظل نعم. كان تقرير اللجنه انه قالوا مهند الدابي نجح في انسنه الظل. بعد ذاك ردود الافعال اللي جات بناء على فوز القصة ونشرها وما إلى ذلك، كان في بعض الناس مستغربين عن الفكرة بتاعت أنسنة الظل، لدرجة إنه أنا بعرف ناس يعني عجبتهم القصة مؤخرا. فمن هنا أنا يعني بدي التحية لبعض الأصدقاء في مدني، خالد ناصر وموافي يوسف ويوسف بخيت وعطا الله وكل الشباب والدلوري كلهم. ف يعني كنا دائما مؤخرا بنتناقش في الأعمال دي، وهم عندهم أفكار جميلة حول أنسنة الظل، أنسنة الجدار، أنسنة الحيوان، مشروع.
فالكاتب يجب ان يكون كل الحاجات دي ولا لما له ان يكتب. جميل، ناخذ تلفون ونواصل نقول الو عادل. السلام عليكم. عليكم السلام، صباحك خير استاذ عزيزه. الله يخليك، صباحك خير وكل ناس الجزيره حبابكم. التحيه لك والتحيه للاستاذ مهند الدابي. لا جبنا لكم مهند في الاستوديو. يعني الله يخليك يا عادل. والله موضوع اليوم موضوع رائع جدا يا استاذ. شكرا. وفي الحقيقه في اختلافات كبيره كثيره جدا جدا بين يعني الجيل الحاضر والجيل الماضي. نعم. ممكن الجيل الماضي يا استاذ عزيز هم متمسكين بالعادات والتقاليد بتاعتنا الطيبه. نعم. التواصل الاجتماعي. والمجاملات. نعم. قيادة العصرين، قيادة الجبنة. ويمكن العالم الآن أصبح قرية إلكترونية. نعم. شو زمن سريع. الجيل الحاضر الآن يمكن يكون الحاجات الماضية دي كلها أقل عنها. يتغير في حاجات كثيرة حتى في إحنا حتى في الزي السوداني يمكن يكون الجيل الحالي خلابه. اها. والتسريحة بتاعت الشعر واشياء كثيره جدا. نعم. ده ما بنطلب على الشباب بس حتى الشابات يا استاذه. نعم. يعني احنا الشابات الان الزي بتاعنا احنا العبايه دي ما حقتنا. احنا حقنا الثوب السوداني. حقنا الثوب. الرسول الفنانين. ودي و فكة الطرحه ولبس علي ابراهيم. نعم. العبايه دي دخيله علينا عبايه خليجيه ما حقتنا. ده ممكن تعمل خلاف بين جيلين الزي او الازياء بتاعته، ممكن تعمل خلاف بين اجيال، او ممكن يقول لهم مثلا انتوا بتلبسوا كده، احنا كنا زمان كده الا التوب وبنمشي بيه المدرسه وكده. ممكن اروح من لا العالم بغاز بشنو؟ العالم بغاز بتراثه وبغاز بالزي الرسمي بتاعه. نعم. احنا ليه نخلي حاجاتنا؟ نجيب حاجات ثقيله علينا. هم بيقولوا ده تطور من وجهه نظرهم طبعا، ده ما رايي الشخصي يعني. والله اذا كان في تطور يمكن يكون تطور بالتكنولوجيا وتطور في اي حاجه. نعم. لكن الليله العام كله يا استاذ افتح حتى الخليج ملتزمين بالجلابيه بتاعت الرياضه بتاعتهم وعندهم التطور، عندهم التطور في كل حاجه، لكن ازاي بتاعهم ملتزمين بيهم؟ احنا ليه جلابيتنا نتخلى عنها؟ جميل جدا رايك، جميل جدا يا عادل. شاكره جدا لاتصالك. وانا والله اتمنى انه الاهل يا استاذ الشيء ده يرجع للمدارس على الجيل الحاضر حتى لا يفلت اكثر من فريق. جميل. شكرا يا عادل. انه يكون في حصص. تفضل. حصص خاصه للتربيه الوطنيه. ممتاز، جميل جدا يا عادل. بشكر على عبد الرحمن يا استاذه. الله يخليك يا رب، تسلم يا عادل. وابرك والله يعطيك تحيه خاصه لاهالي في النار ولمنطقه الصوف بصفه خاصه والاخ العزيز عبد الرحمن موسى. اوصلت حياتي يا عادل، نوصل عبر مهند. شكرا. والتحيه لكل اهالي السكن المتكل. شكرا لك يا عادل، ان شاء الله كل تحياتك توصل. وشكرا هو زي براي عادل، احنا الليله في الجزئيه الاولى كان موضوعنا عن الصراع والاختلاف بين اجيال. حقيقه انا يعني اللي خلاني اقول العنوان ده انه يعني قصة أو سحرة الضفاف، أنت يمكن هي في فترة تكلمت عن فترة طويلة من 1888 ل 2000 وحاجة، فدل أو حالية بالعنوان إنه دي أجيال والاختلاف شنو اللي حصل. أنا أحكي لك الفترة دي لأدي. تفضل. الرواية دي في البدء كان اسمها من لا يوحي. ومن لا يوحي، لكن العنوان واجه صراعات ومشاكل كثيرة جدا وعجزنا عن انه نجد له رقم تحت رقيم، وحتى دور النشر كان بتتخوف من نشر عنوان بالطريقة دي، و دار اوراق نشرت لكن طلبت مني انه انا اغير الاسم. غيرت الاسم لسحرة الضفاف باعتبار انه كلمة سحرة الضفاف
من جميل وساحر وفتان وآسر. الواحد ما أول ما يقرأ كده بيفتكر إنه المعنى لازم. المعنى الطقوسي بتاع الدجل والشعوذة والسحر. لا والسحر. أنا السحرة هم سحرة فاتنين وآسرين وجميلين، والضفاف هي الضفاف مدينة سنار اللي كان بتشهد على الثورات وبتشهد على الـ 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 على الدسائس وعلى المعضلات اللي قدروا أبطالينهم يقوموا يتخطوها. لكن في الطبعة الجديدة اللي حتكون متوفرة ابتداء من الثلاثاء في معرض الخرطوم الدولي عاد سحرة الضفاف ومن لا يوحي اللي حيكون عائدة لشارع الحوادث. حيكون عائدة لشارع الحوادث جميل. وإن شاء الله إنه يعني نشجع الكتاب والشعراء وكل الناس الفنانين إنه ينظروا لي موضوع المجتمع بعين أكبر ويدوا أولوية أكبر، لأنه يعني دور الفنان بتخطى الحدود المحلية والمسألة بتاعت الاحتراف، عنده دور لابد إنه يقوم به في المجتمع من حوله. طيب لسه نحن مع سحرة الضفاف وعايزين نعرف الدور الاجتماعي للأدب، وبرضه ما وريتنا عشان نربط بينه وبين موضوعنا، لقيت شنو من بين 1888 لحد 2000؟ أنا والله يا أخي في حاجة عايز أتفادى إنه أحكيها لكن ألمح بيها كده. أحداث الرواية بتدور في زمنين مختلفين. فأنا عندي شخصيات رئيسية، أربع شخصيات رئيسية، ففي شخصية بتعيش في حقبة الثمانينيات، وفي شخصية تانية بتعيش في الفترة بتاعت التسعينيات، وفي شخصية ثالثة بتعيش في الفترة بتاعت الألفية يعني ما بعد العام 2000. فأنا ما هحاول أفسد العمل، لكن إنه الرواية بتضيء الأزمات الوجودية الممكن يكون مر بها الشخص في الفترة المحددة والفترة اللي بعدها والفترة المحددة اللي بعدها، والكيفية اللي بتجاوز بها الأزمة بتاعته الحياتية والوجودية وما إلى ذلك. فأي محاولة للمزيد هي حتفسد القصة للناس المنتظرينها. وأنا بوعد كل الناس اللي قاعد تزعلني عن الرواية متوفرة إن شاء الله في خلال معرض الخرطوم وبعد إن شاء الله في الطبعة الثانية إن شاء الله. كنت حاسألك برضو مشاركاتك في المعارض ومعرض الخرطوم حيبدأ يوم 17، وإذا ده أو قبله يعني كيف كان وجودك؟ وجودي خلال معرض الخرطوم الجاي عبر ثلاثة أعمال، المجموعة القصصية الصادرة عن مركز عبد الكريم مرغني ظل، ورواية هوج النيازك بمشاركة من دار مداد الإماراتية، وسحرة الضفاف عن دار أوراق المصرية ودار المصورات السودانية. وفي نفس الوقت برضو بنرتب لمعرض الشارقة في الأول من نوفمبر، ولكن هتصدر مجموعة قصصية بعنوان ماذا حدث خلف الجدار تزامنا مع معرض الرياض في شهر 4 أبريل 2018. وفي نفس الوقت الرواية بتاعت اليهودي المنسي هنري ويلكم اللي هي السرايا اللي هي كان السرايا الصخرية جميل برضو، وقعدت فيها زمن طويل يعني في وهو عمل كان بيكشف المجهول وبيزيح بعض الغموض عن التاريخ وعن تاريخ السودان. العمل اللي قعدت فيه من 2012 أنا بكتب، وممكن يكون أقدم من كده لأنه أنا الفكرة عندي من 2001. من 2001 أنا بفكر في العمل ده وببحث وبسأل وبتقصى الحقائق وما إلى ذلك. العمل بيكشف غموض فترة غامضة فعلا في تاريخ السودان اللي هي الفترة من 1900 ل 1936. يعني الفترة دي حتى في الكتب اللي تناولت تاريخ السودان سواء كانت بين المستشرقين أو السودانيين هم ما قدروا أضاءوا الحقبة دي وما قدروا فكوا أسرارها وأسرار العديد من الحاجات اللي موجودة بيننا حتى الآن نحن ما قادرين نكشف أسرارها، زي سرايا ويلكم اللي موجودة على قمة جبل موية غربي سنار. فالرواية بتاعت اليهود المنسي هي بيوغرافي لهنري سولومون ويلكم ابتداء من ولادته 1853 لوفاته 36، و
بيحترضني في الحكي حكومة وينجيت، الملكة فيكتوريا، إدوار الخامس، إدوار السابع، خطوط السكة حديد، خزان سنار. كيف إنه خزان سنار متصدق من 1904 يتبنى 22، تم افتتاحه 25، مشروع الجزيرة، ورا كل الحاجات دي كان في دسائس، ورا كل الأشياء دي كان في خدع كبيرة جدا أيوة موجودة في الرواية. والعمل يعني أنا حقيقة مستهلكني جدا، لكن موثق له على مستوى الوثائق والأوراق وعلى مستوى الصور وعلى مختلف الأصعدة، يعني أنا مرتب روحي كويس يعني. جميل. هل يعني مع في ظل انك انت كله مثلا يعني في عناوين بتختار، العناوين بتكون او يغيروا عليك يعني، وانا بتتوقع انه يكون في اشكاليه في العنوان بالذات ولا خلاص؟ والله بتوقع، لانه في حاجه كثير الناس ما عارفاه، انه مساله العنوان بتاع العمل هي دي مساله بتخص دار النشر. يعني كونه انت تجيب روايه تقول لهم سموا الروايه دي الاسم الفلاني، لا، الاسم من صلاحيات دار النشر، هي ممكن توافق على اسمك، وممكن هي تقرا العمل وعبر اللجنه الفنيه بتاعتها تحدد اسم مختلف ثاني حسب ما يرى، لانه هي بعد القيمه الادبيه والاهميه بتاعت العمل بعد ده بترجع لمساله التسويق. دور النشر برضه بتراعي الحاجات دي، فهي بتشوف انه يعني انا زي الاسم بتاع من لا يوحي، كان الناشر شايف انه اسم ما بدخله الخليج وما بدخله السودان وحيواجه مشاكل، قال لي انا ما حقدر اسوق في المغرب العربي والشام، انا بعتمد يعني كده. انت بتحترم الحته دي، فنحن دائما يعني هون الناشرين يعني معظمهم لما الامور تصل للمرحله بتاعت النشر هم بكونوا مرنين، يعني المرونه بكون قبل كده. طيب انت على اي اساس بتختار العنوان؟ المثير للجدل يعني. لا انا 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 قاعد افكر هسي ألف مره انه انا اغير العنوان بتاع هنري ويلكم اليهودي المنسي، لانه حاسس انه 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 هو يعني عنوان مثير للجدل وملفت. وانا حقيقه ما بحب انه انا اسوق عبر العنوان. نعم. او عبر شكل الغلاف او كده، انا بيهمني الموضوع، بيهمني قاري يقرا لي بعد 100 سنه، بعد 200 سنه، بعد اكثر من كده، ما بيهمني الغاري اللي بيجي بشوف غلافي بيعجبه بيشتري الروايه او بيلفت عنواني، لا. لا، انا عايز يعني انه بكون الموضوع هو اسلوب السرد، والطريقه اللي انا بعود بها قرائي هي تسمو على مسألة العنوان والغلاف والترويج وما إلى ذلك. فعشان كده ممكن عادي الاسم يتغير بتاع الرواية، أو أنا بفكر بشكل جدي إنه أنا أغيره، وعندي الآن قائمة من الأسامي المقترحة. احتياطي يعني. طيب عملت أو مديرا للقسم الثقافي بصحيفة التيار، هل من الضروري إنه يكون الكاتب إنه ممكن يكتب بدون قيد؟ الصحافة طبعا. والله الصحافة هي ذاتها فعل، الصحافة في حد ذاتها هي فعل كتابي يعني. فالغير ده ربما قد يكون لشؤون تهتم بتنظيم العمل. لكن انت ما تقدر تقول لزول انت ما بتقدر تكتب عشان ما عندك قيد. لانه المهنة هي ذاتها مبنية على الفعل اللي هو الكاتب الروائي بالذات، يعني مش الكاتب اللفظ العام يعني. انا تجربتي مع الصحافه بدت بدري مع صحيفه الحره، مع ناس اخونا الفاتح الحسن وعثمان شبونه، وكان في 2011 بعدت وقفتها، تفرغت لي مشروعي. و2015 دوني المحرر لملف الخبيل الثقافي على صحيفه التيار، اشتغلت فيه على مدار سنه لحد ديسمبر 2016، وكانت تجربة لا بأس بها. يعني رغم أنه عندها سلبياتها، أنا شايف أنه كان عندها بعض السلبيات على مستوى الكتابة وعلى مستوى الاستهلاك للزمن، للمادة، للوقت، ما إلى ذلك. بعدين وصلت لأنه الكتابة الصحفية هي محاولة لهدم الكاتب الروائي. أنا وصلت بقناعة للموضوع ده. إنه إلى أي مدى هل لأنها بتبذل فيها مجهود فبالتالي بتستنزف طاقتك؟ أول حاجة الأثر الأول هو الكاتب الروائي بيتعود إنه أنا أنت قاعدة في الاستديو حقك، أنت في الصحافة ما قاعدة في الفضاء المكاني بتاعك، أنت ما قاعدة في الحيز بتاعك،
انت عايز مساحات، انت دايما ورا انه في تدخلات بتتم على موادك، في رقابه بتقوم بتقص موادك، في حاجات كثيره بتحصل في اللابات وعلى مستوى المحررين. طيب ما في رقابه، في انت برضو عندك عناوين اتغيرت ويمكن تغير لسه ثاني برضو، يعني في الامر هنا بيكون بالتراضي بيحصلوا انت قبلان وتم النقاش معاك وانت توصلتوا للحل ده مع بعض. نعم. ما بتجي تتفاجأ تاني يوم بانه تم سحب موادك، تم سحب عمودك، تم ايقافه وما الى ذلك، المشاكل الازلية دي. خلاف كده تعارض وجهات الرأي مع 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 مع, مع يعني رؤساء التحرير والقائمين على امر الصحف والكتاب. الكتابه هي حاله تمرد، الكتابه اي فعل ابداعي هو حاله بتاع التمرد عن المالوف. طيب ايوه، في الحته بتاعت التمرد عن المالوف دي في كتاباتك في بعض الـ يعني نقول الجراه، او انت بتلمس قضايا يعني معينه او حساسه زي في سحره الدفاع برضو في الكلام عن المجتمع كان في شويه بتاعت جرأة. أنا أقول إلى أي مدى أنت بيكون في عندك حدود أو محاذير أو كده، ولا ما في؟ هو الجمهور، الجمهور لما يقرأ حاجة في كتاب ويحس بأنها ما محتادة، خلينا نقول ما محتادة، يحس أنها جرأة. لكن لو قام عاين لها من منظوره الشخصي يحس أنها فعل إنساني تحصل في أي مكان. فالفكرة انه انت لما تشوف حاجة من منظور عمودي او من منظور افقي، زاوية الرؤية ذاتها بتختلف، مما يخليك انت تاخذ موقف مختلف. الموقف ده يأثر حتى على استيعابك وعلى فكرك وكده. وزي ما قلت لك، طالما هي الكتابة حالة بتاع التمرد، الكتابة هي بتسعى لكشف واضاءة الانسان والحياة وتجربتنا الوجودية والحياتية. تمام. الحاجة دي ما بتتم بشكل سطحي، الحياة دي بتتم بشكل عميق. فلا بد من انه الامور تكون على حقيقتها، لانه نحن لما نقول كتابة معناها بنتحدث عن اهم ما يوجد في هذا الكون. لما نتكلم حتى الاديان السماوية هي جات في كتب، هي جات في كتب، هي موجودة في كتب. ما جات مشافهة، حتى لو جات مشافهة وتم نقلها لكتب ففي النتائج الاخير برضو بقى كتب. فاذا نحن بنتكلم عن امر انساني من الدرجة الاولى، والكتابة كحدث هي حاجة أهم جدا جدا. وفي بعض في الكثير من الدول الثانية في العالم الثاني الكاتب ده مفروض يتفرغ لأنه يكتب ولأنه يواصل في مشروعه الأدبي والثقافي. عكس المحاربة اللي نحن بنلقاها هنا في دولنا الشرق أوسطية، في الأفريقية، في السودان. يعني الكاتب بيكون محارب دائما، مستعد دائما، متوتر دائما، بتوقع الاخبار السيئه في التلفون على كده. في يعني بتخاف انك تتكلم في نقاط معينه زي الجنس والقضايا السياسيه؟ انا قاعد انا اي موضوع انا بخدم، انا روايتي قاعد اتكلم فيه. وانا عندي سابقه قبل اليوم مع احد المراكز الثقافيه، وهو معروف لدى متابعيني بانه كان تبنى حفلة تدشين رواية سحرة الضفاف. لكن في اللحظة الأخيرة فقام استدعاني في يوم التدشين الساعة 12 منتصف النهار، قال لي أنت ذكرت جملة، والجملة دي نحن عايزينك تمشي المصنفات تجيب لنا إذن لأنها بتحتوي الرواية. فقمت قلت له يا أخي أنا مع الرواية هي رغم ترغيم دولي والمصنفات ما بتعنى بالأمر وما إلى ذلك. ففي النهاية بعد عدد من الحوارات فقام قال لي الرواية بتتحدث عن مواضيع تابوهات كبيرة جدا أنا ما بقدر أعرضها هنا في المركز بتاعي. فبعد ذلك بدأ يتفاوض معي على أساس أنه نحن نصل لحل مشترك، لكن أنا رفضتها ورفضت عملها. وتدشينها كان في معرض الشارقة، بعد ذلك دشينتها في معرض الشارقة. مع العلم أنه ممكن تكون الشارقة أكثر تمسكا بالعادات والتقاليد وبالدين من السودان. طيب ماذا حدث أو ماذا وجدت خلف الجدار؟ ما حدث خلف الجدار أمر مبهم وما يحدث دائما، مع انك انت بتكتب في الواقع بتقول انه الكاتب يعني مفروض يتخيل يعني، او انت يعني بتكتب في حاجه. نحن بنحاول نطرح اجوبه للاسئله اللي ما عندها اجوبه. في اسئله كثيره ما عندها اجوبه، زي ماذا يحدث خلف الجدار؟
في كنترول. فالجدار في شكله القريب وفي شكله يعني البادلين في شكله الهندسي انه هو سافرت انت يعني خلف الجدار؟ مشيت عبرتها؟ اماكن كثيره جدا هي خلف الجدار. فالاماكن دائما موجوده خلف الجدار دي ربما قد تكون هي انعكاس مبهم لمخاوفنا، لهمومنا، لمستقبلنا، لحاجات كثيره بتهمنا لكن ما بنقدر نواجهها، ما بنقدر ننظر لها بحياد وشفافيه. عشان كده دائما نحن بنتركها خلف الجدار، بنتركها في المكان المبهم ده، لانه بنفتكر انه دائما نحن لما نكون في حاجز بيننا وبين مخاوفنا نحن امنين، نحن مطمئنين، نحن بنقدر ننتظر اليوم اللي نواجه فيه المخاوف دي. اذا لن نكسر الجدار، خلي الجدار قائم طالما انه هو بيساهم في استغلالنا. لكن انا بحكي في القصه ماذا حدث خلف الجدار، او المجموعه تحت القصصيه فيها قصتين بالفكره دي. القصه الاولى اسمها ماذا حدث خلف الجدار وهي عنوان المجموعه، هي القصه رقم واحد في الكتاب. القصه الاخيره اسمها ما حدث خلف الجدار. فاي قصه من القصتين ده رغم انه الاخيره بتجاوب على الاولى، الاخيره بتجاوب على الاولى لكن بشكل مختلف، لانه الراوي بتاع راوي مختلف عن الراوي الاول. الراوي الاول بيحكي من جانبه والراوي الثاني بيحكي من الجانب الاخر. وانت يا توفي الراوي في الرواة، انت يا واحد فيهم. انا راوي سري. جميل. طيب ذكرت برضو في احدى اللقاءات انه المشهد الابداعي السوداني معاق، اشرح لنا الحته جدا. معاق جدا الى اي مدى يعني معاق؟ انا اوريك لاي مدى معاق. ما بشوف ما بيسمع اي نوع من انواع الاعاقه ولا كله؟ مشهدنا في السودان حراسنا الثقافي والفكري وما الى ذلك هو بيعاني من ازمه حقيقيه، من ازمه حقيقيه. ونحن يعني بصراحه محتاجين طفره ونقل على مستوى الكوادر القائمه على الامر، على مستوى دور النشر، على مستوى وسائل الاعلام، على مستوى الصحف، على كل المستويات، انه نحن نعمل طفره عشان نحن نقوي حراكنا الادبي والثقافي. يعني في اي مكان في العالم انت لما تقدم روايه للمصنفات الادبيه مثلا او غيره الموضوع ما بياخذ اكثر من اسبوع لعشرة يوم. انا والله عندي صديقي طلال الطيب القاص والفايز بجائزة الطيب صالح، انه عنده روايه عند المصنفات لها فتره وما عارف انه حيقرا ولا 200. فالموضوع ده مرهق، والموضوع ده يعني وساعد انه كل الناس تطلع من السودان. انت لو الليله قمتي عملت رصد للاعمال الروائيه الصادره من خارج السودان حتلقي 90% او ما بين 90 ل 94% 94 من 90 ل 94 روايه من كل 100 روايه هي صادره برا السودان. ده عشان الرقابه ولا ده عشان التكلفه؟ عشان الرقابه، عشان تعسف الاجراء، عشان التكلفه، عشان بعض الامور اللي بتتعلق بدور النشر، بالطباعه، حتى ازمه النقد، حتى ارتفاع الدولار بياثر، لانه الناشر حيقوم يقول لك ادفع لي، بدل ما يقوم يدفع لك وحيقول لك ادفع لي لانه الورق غالي، لانه الاغلفه كده، لانه الطباعه كده، لانه كده. فالحراك ككل هو بياثر. دي زي نظره الفراشه يعني. الموضوع شائك والله ومعاق فعلا. طالما نحن الاعاقه هي شنو؟ هي الثبات القسري. الثبات القسري بيعطل يعني. أيوة. الواحد نعم الثبات القسري، انت عايز تعمل لكن مجبر انك تكون في نفس المكان رغم كل الامكانيات المتاحه. لما يكون ما في امكانيات متاحه ولما تكون مجبر ومحبط. خلونا نشوف اخبار الجرايد. وصلنا لفقرة الصحافة بعيدا عن السياسة ونبدأ بصحيفة ألوان. ألوان وصفحة قيثارة، وزير العدل في حوار مباشر على قناة النيل الأزرق أو على شاشة النيل الأزرق. مشاركة السودان في مهرجان الشباب الآسيوي الإفريقي، المهرجان منصة لمناقشة التنمية السليمة وطرح المبادرات. دكتور محمد علي عبد الباقي الشايف في حديثه او في حديث الصراحه، مبررات قيام الاكاديميه سد العجز الكمي والنوعي لمختلف الكوادر الصحيه.
ومن صفحة الأخبار الرياضية في صحيفة ألوان، المريخ يكتفي برباعية في شباك الرهيب وكوبر في المقدمة. الهلال يتأهب لمعركة حي الوادي والأهلي مروي يقترب من الممتاز. محمد موسى راض عن المستوى أمام مريخ كوستي. نائب رئيس المريخ، سنكمل ترتيبات السفر لكادوغلي بطائرة خاصة اليوم وسنغادر يوم الثلاثاء. ومن صحيفة السوداني وصفحة كوكتيل، حلفة حكاية مدينة تنام على تأريخ وتحلم بالمستقبل. بوكيمون متهم بالتدخل في الانتخابات الأمريكية الأخيرة. انتقادات واسعة لندى القلعة بسبب صورتها مع نجل حنان بلبل. عن بائعات الكسرى في الأحياء الراقية نحكي، بائعات كسرى بالمنشية المرطبون هم زبائننا المفضلون. بحضور معتمد بدأ أقمار الضواحي تحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء. نحن بنحيي من خلال موجة أم درمان ومن خلال قناة أم درمان الفضائية باليوم العالمي للعصا البيضاء. وننتقل إلى صحيفة المجهر السياسي. الإعلامية ناهد بشير تفاجأ بفصلها من قناة الهلال بالتلفون. على ذمة اختصاصية نفسية، الموسيقى في مكان العمل تنشر السعادة وتقلل الإجهاد. الضغوط النفسية في مكان العمل خطر يهدد الموظف. تجار الثياب بسوق أم درمان ينفون وجود ثوب نسائي باسم ترامب. ومن المجهر السياسي لآخر لحظة، من آخر لحظة وفي صدر الصفحة الأولى، نطالع تفاصيل مثيرة في قضية فصل تلميذات الخرشة. 18 خاصية تأمينية للبطاقة الشخصية الجديدة. الحكومة تدفع 400 مليون ديات أو مليون ديات الإثيوبيين. ومن ذات الصحيفة ننتقل للصفحة الاقتصادية. التحويلات المصرفية هل تؤثر على سعر الصرف؟ انخفاض أسعار مواد البناء في الخرطوم. الخرطوم وجوبا تناقشان تنشيط المراسلات المصرفية. اكتمال التحضيرات لمشاركة السودان في قمة الكوميسا. صحيفة الأهرام اليوم وفي الصفحة الأولى نقرأ، الصحة الاتحادية، القطاع الصحي أكثر القطاعات استفادة من رفع العقوبات. $50 مليار لتقنين السيارات المرصودة في شرق دارفور.
الداخلية تدشن بطاقة إثبات الشخصية الجديدة 18 ميزة تأمينية منعا للتزوير. القضارف تدفع 400 مليون جنيه ديات لإثيوبيين قتلوا في الفشل. عفوا. وفي صفحة الحوادث والقضايا من صحيفة الأهرام، إلغاء عقوبة سجن قاتل صاحب محل بلاي ستيشن وأمر بإعادة محاكمته. العثور على صبي مقتولا بإصابة على رأسه بالشارع العام. المباحث توقف عصابة متخصصة في تزوير المستندات بالسوق العربي. وبصحيفة الأهرام اليوم تنتهي الصحافة بعيدا عن السياسة، وننتقل مرة أخرى لضيفنا لليوم وسعيدين يعني جدا. نسألك في الصحافة نفسها، يعني بتقرأ الجرائد؟ أكيد. وكيف بتقرأ الجرائد؟ تبدا اول حاجه بالصفحه الثقافيه باعتبار انك لا. مهتم بالثقافه. بركز على اخبار المجتمع، اخبار جديده، عفوا الاخبار الاقتصاديه اكثر من الاخبار السياسيه والثقافيه. طيب بالنسبه للشباب، فكونه الشاب الروائي طبعا القاص او الكاتب لما يصل لجائزه الطيب صالح يعتبر نفسه وصل للعالمية، فماذا بعد ذلك؟ يعني احنا جائزتنا حتى الآن بعيدة عن العالمية. ليش عرض؟ يعني هل بقى هاجز بالنسبة للشباب؟ العالمية أول حاجة بتعني شفافية. نعم. العالمية بتعني مصداقية. العالمية بتعني لجان ذات اختصاص. لما يكون ده كله ما عندنا إذا هي مجرد شعار. ده من وجهة نظرك انت ولا بتتكلم عن كل الشباب؟ يعني انه هو جائزه الطيب صالح هي سقف بالنسبه للشباب. احنا لما نتكلم عن جائزه عالميه احنا نتكلم عن الحاجات دي اللي بتاهل الجائزه انها تكون عالميه. نعم. في حاله انها ما كانت كده اذا هي ما مستوفيه شروط العالميه وما حتقدم. يعني عشان انا ما اكون كمان زول متحيز لجانب دون الاخر، وبغض النظر برضو عن عن عن, عن فوزي في 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 الجائزه، يعني احنا خلينا نسال نفسنا انه على صعيد الجائزتين بتاعت الطيب صالح، احتمال ممكن نقول مركز عبد الكريم مرغني اللي هي جائزه الطيب صالح الام، هو قدم اسماء كبيره للساحه الفنيه زي عبد العزيز بركه ساكن، زي منصور السويم، زي منجد باخوس، زي اسماء كثيره، ولاحقا انا انضميت الى القائمه. لكن على الصعيد الاخر والجائزه اللي بيطلق على اسم عليها بنلقاها ما قدمت زول، ما قدمت لنا زول، يعني ما جابت لنا حاجه جديده، ما قرينا عبر عمل ممتع، ما احدثت اي. طيب بالنسبه للطيب صالح كاتب عالمي برضه، بنلقى الشباب يعني بيتخوفوا انه يصل نقول العالميه، ولا كيف يقدروا يوصلوا للعالمية؟ أو بيقولوا ما بعد يعني تحس إنه هم قيدهم بالنسبة للشباب أو حجبهم من العالم وصل للعالمية؟ إذا كان قاص أو كاتب روائي أو غيره. والله أنا مع مبدأ ممكن يكون مختلف شوية، لكن أنا مع مبدأ مفروض إنه الكاتب ما يتم الاهتمام بالكاتب على حساب المكتوب. أي. نعم. أنا سعيد جدا لأنه عندي رواية فيها محاولات لترجمتها للغة ألمانية، وحكون سعيد طبعا اسمها هو جنة يازك، هي بتتحدث عن الهجرة الغير شرعية، وأكيد سعيد لو ترجمت أعمالي برضو للأردو، للصيني، الفرنسي، ما إلى ذلك. ودي السعادة الحقيقية أو دي العالمية اللي أنت ممكن تقصديها. اما الكاتب في حد ذاته فهو يصل او ما يصل، ده ما امر ذا اهميه. ما امر هام، ما امر كبير، ما امر مفصلي، لا يعني شيء. لا يعني شيء. طيب ليه ما عندنا
صحيفة مهتمة بالنقد والأدب؟ لأنه إحنا معاقين. نرجع للإعاقة ثاني. نرجع للإعاقة من جديد. طيب بالنسبة عرفنا علاقتك بالصحافة بالأدب بالفن بالشعر كمان، علاقتك بالسينما كيف؟ حلوة. حلوة. لا بحاول أعمل فيلم يعني. بحاول أعمل فيلم. بتحاول؟ أي فكرة ولا لا 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 بدينا ومعي كاست ومعي ممثل محمد وهبي من هنا بديه التحية، ومعي فريق المخرج علي ياسر الختيم. وعن قصتي ذاتها ماذا حدث خلف الجدار، ومجهزين لوكيشن ومعدات وشغالين على السيناريو وبنجهز في التحضيرات وكده. هل ممكن رواياتك كلها تترجم لأفلام؟ والله أنا شايف في صعوبة في بعض الأعمال بتاعتي. ليه؟ أول حاجة للتكنيك اللي أنا بكتب به، واللي هو قد يكون شوية إيجاد المعالجة البصرية ليه صعب. أنت عارف القصة أن احنا الآن شغالين عليها للمعالجة السينمائية دي. نحن عشان نكتب سيناريو يعني واجهنا صعوبات شديدة جدا لصعوبة المعالجة البصرية للأفكار الموجودة في القصة. فدائما في جوانب معالجتها بصريا بتكون مختلفة تماما. وبالنسبة لي دي أنا حاجة جديدة، وأنا كمحب وهاوي للسينما عايز أخوض التجربة دي وكده. فبالنسبة لي هي مغامرة وريسك، وخلينا نخش نشوف فيه شنو. ممكن الرقابة برضو يعني تبقى عائق بالنسبة لي. ممكن. أو فكرت أخذت الحتة دي في اعتبار؟ فكرت فيها. إلا أنه نحن دائما تعودنا انه نصادم يعني. فنحن ناخذ التحسبات وخلاص يعني، ما بيدنا شيء يعني، ما بيدنا شيء نعمله. بعد ذاك يتم ايقافه وما يتم ايقافه، فنحن بنكون عملنا اللي علينا وانتجنا فيلمنا، والان متاح على الميديا ونشارك به في المهرجانات. طيب احنا بالنسبه لنا تبقى لك الحته بتاعت انه في مشكله في دور السينما، وزمان طبعا كان نحن اصلا ما عندنا دور سينما. ممكن تقول لي دور سينما حقتنا وين؟ نحن ما عندنا سينما انتاج بتاع سينما محلي، لانه ما عندنا دور سينما. دي واحده من الاسباب اللي بتخلي ما في عندنا افلام. في افكار عند الشباب وبننتج. طيب دي افكار أفلام. كلها افكار. حتى السينمات الان المواد اللي بتعرضها هي مواد سوقيه، مواد بتاعت مراهقين. ما سينما حقيقيه يعني على مستوى السينما الوحيده ولا الموجوده في الخرطوم. فانت بتتكلمي عن اعمال ما بالرصانه اللي بتخليها تتعرض في سينما. نحن ذاته عشان نشجع انتاج السينما المحلي، زي ما كل الشباب الان بتحاول تصنع افلام وكده، بتمشي تشارك بها في مهرجانات برا وبتتيحها على اليوتيوب وعلى غيره وكده، لان احنا ما عندنا دور بتاع عرض. يا حليل السينمات، وحليل السينما العائليه وكولوجيوم وسينما الولايات وسينما النيل الازرق وغيره كثير يعني، سنترال مدني وسينما سنار وكذا. فالموضوع زي ما قلت لك قبل، انه المشهد اللي بيعنى بالثقافه والادب والفنون وكل الحاجات دي مشهد معاق جدا جدا. لانه احنا ممكن عادي نكسر سينما ونبني صف دكاكين ونعمل فيها مطاعم وما الى ذلك. المشكله لسه ما كسروا، هم ما عارف لسه قاعدين السينما الحلفايه والسينما الصافيه لحد هسه موجودين للاسف. طيب قبل ذكرت علاقتك بالشباب اصحابك كده، بتستشيروا بعض وممكن يروحوا لك بافكار. علاقتك بالكتاب يعني الشباب بالذات، منصور السويم والسويم وعماد براك علاقتك بهم كيف؟ تواصل دائم. عماد براكة يعني من هنا له التحية في مغار إقامته في المملكة المتحدة. نعم. وعماد رجل فنان و شجعني كثير في روايتي الجديدة تحديدا، وقال لي يعني إنه العمل ده، أنا قال لي ما حقدر أقول لك فيه حاجة غير إنه أنت طبع. ومنصور السويم يعني هو أستاذنا، ودائما أنا شخصيا قاعد يشجعني دائما وبرجع له كثير، مغلبه بالتلفونات. وهسي برضو منتظرك يا أستاذ منصور، يعني برضو طولت منك. تعتبر أنتوا من 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 جيل واحد في الكتابة؟ لا، أو لا نوعية طيب واحدة؟ لا 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 لا، ديل يعني أساتذتنا وديل الجيل اللي قدامنا، وهم ديل الجيل اللي نحن بنحاول إنه نحن يعني
نعم. نستدل بهم في الطريق وكده طيب، في اتهام نقول لك ولا لكل الجيل بتاعكم بتاع الشباب انه ما بتكتبوا من الخيال، بتكتبوا اكثر حاجه في التاريخ، توثيق للتاريخ، اعتبار انه هي ما معلومات صح. حتى لو بحثت عنها لا بتلقاها موجوده. ما صح ما صح ما صح. مثلا سحرة الضفاف دي عمل ما بيستند على التاريخ، يعني ما بيستند على التاريخ تماما، لكن ممكن بعد ذاك تكون هي الرواية ذات فكرتها هي عمل بحثي بعد ذاك حسب أهمية الموضوع اللي أنت بتنظر له. يعني مثلا أخونا وصديقي حامد الناظر في الرواية بتاعت نبوة السقا وصلت لللونج ليست البوكر قبل سنتين، وكان بيتكلم عن عمل تاريخي متخيل، مكان افتراضي، غرية افتراضية، أطفال افتراضيين، أبطال افتراضيين، حمور زيادة برضو في شوق الدرويش، هو أول على التاريخ. لكن الرواية يعني كان هي ما بتستند على حدث تاريخي، هي بتدور في حقبة تاريخية في زمن بتاع مهدية معروف كده، بتناقش بعض القضايا الاجتماعية خلاف المصائر بتاعنا الشخصيات والكاركتر وما إلى ذلك، لكن بس فضاء المكان والزمان كانوا في الزمن ذاك برضو. ممكن نطلق على إن هي رواية دارت أحداثها في زمن سابق لكن بفكر متخيل بواقع افتراضي مختلف حسب نظرة الكاتب. أنا كمان نفس الحكاية يعني، إلا إنه أنا حاولت إنه أشتغل بأسلوب مختلف وما أقدر أفصل عنه كثير عشان التكنيك، أنا بجرب عملت تجريب في أسلوب بتاع سرد جديد، فبتمنى إنه يعجب الناس، إلا إنه أنا اهتميت بالتاريخ للغزة الكبير جدا اللي كان بتدور حول الرواية ذاتها. نحن بنتكلم عن تاريخ السودان، أنا في الرواية بتكلم عن جامعة الخرطوم، عن إنشاء جامعة الخرطوم، من هو الباني الحقيقي لجامعة الخرطوم؟ كيف بنيت ذاتها مدرسة غردون دي، بنيت كيف؟ طالما إنه سير أرثر جيمس بلفور قال للورد كيتشنر إنه وزارة الخزانة لا تملك 100,000 جنيه استرليني تبني بها مدرسة لتخلي ذكرى أردن، ورغم عن كده المدرسة اتبنت، المدرسة اتبنت. أول معمل دوارق في زمن ما كان فيه صناعات دوائية، أحضروا هنري ويلكم هدية للجامعة حسب ما ذكر الدكتور مكي شبيكة في السودان في قرن وما إلى ذلك. احنا نتكلم عن مد خطوط السكة حديد لسنار، والهدف منها شنو؟ احنا نتكلم عن إنشاء خزان سنار، عن الآليات اللي مشت تبني خزان سنار اللي سافرت عبر خط السكة حديد في 1910 وما بنت الخزان، مشت وين؟ احنا نتكلم عن القطر اللي وصلوه عشان ينقل القطن بتاع مشروع الجزيرة من 1909 وما كان في مشروع الجزيرة، مشى وين؟ وعشان يشيل شنو؟ عشان ينقل شنو؟ التواصل دي مستمرة لسه تمام بس طيب سؤال مهند في الآخر سقط من الذاكرة أو ما تسألته، سؤال ما تسألته تكون الأسئلة كثيرة جدا ما تسألته تكون الليلة بالذات، الليلة بالذات ما تسألته محضر له كده يعني انه تتسأل؟ انا محضر لكل الأسئلة جاهز يعني الطرف قبل كده في لقاء تلفزيوني نعم مع غناء عربية، فقاموا سألوني قال لي يعني انت نوريك الأسئلة؟ قلت له لا جاهز. طيب ما احتمال؟ قلت له لا الموضوع ما والله يعني ما خطير ممكن جميل. شكرا جدا مهند الدعبي، كنت ضيف عزيز ونورت الليله في موجه ام درمان من الصباح كده وجبناك من الشغل. انا والله عايز اشكر يعني زملائي الاعزاء في شركه ويلز، بحيون تحيه خاصه جدا يعني، و تذكرتك عشان ما يقولوا البيئه اللي انا شغال فيها وديل يعني هم احد اسباب نجاحي. وانا بدي يعني بشكرهم شكر كبير جدا جدا، وبتمنى لهم التوفيق كلهم. شكرا كده خلاص حيسامحوك يعني على التاخير كده. شكرا جدا للناس اللي تواصلوا معي وشاركوني في موضوع اليوم، وده الجيل نفسه اللي احنا بنتكلم عنه في تصالح مع نفسه مع الاجيال الفاتت ومع الاجيال القادمه، فهو ما في صراع او ما في اختلاف بين جيلين، بس في احنا عايزين يعني زي ما ذكرت قبلك نشيل الإيجابي من كل الأجيال، وفي النهاية عشان مستقبل أكيد يكون زاهر ومشرق.
وفي مصلحتنا كلنا، نحن مكملين لبعض، كل الأجيال مكملة لبعض. شكرا جدا لفريق عمل البرنامج لليوم بقيادة محمد شاكر، شكرا عزمي عبد الرازق، خليكم دائما مبتسمين لأنه الابتسامة جواز سفر. إلى اللقاء.